معكم الدراري، معكم اندروبيتو. وهاد الفيديو غادي نكملو معكم انشارتد شابيتر 3 4 اي 5. دونك الاحداث اللي غادي تدوز في هاد الفيديو وبيان شوف في اللعبة كاملة سي 15 عام بلو تار، يعني 16 عام من بعد ما هرب نيثان من السجن ديال اسبانيا. وفي هاد 15 عام هي فين دوز المغامرات ديال انشارتد 1 2 و 3. غادي نشوفو شنو غادي يوقع في هاد الشابيت. اللي زوين سيكو في هاد انشارتد 4 زادو الامكانية ديال انك تلعب بنيثان تحت الماء. شي كيفكرني في واحد الباساج في كول اوف دوتي كوست اللي كان فيها الامكان كانك تدوز واحد ستاج تحت الماء وتبدا تدابز مع لي زينمي. سي با شنو كانت سميتهم. تستفزني يا دريك جدا. معرفتش علاش كنقلب ولكن حسنا كيف يبدو؟ نشوف واش كاين. انا ما عارفش فين غادي، راه غير فاش كتبان لي شي انديس ولا شي مثلث ولا شي ال 3 كنمشي لها. ايمكنك عدها بدقه؟ يجب ان ادخل لافعل هذا. انتظر. يبدو أن الكثير منها لا يزال مربوطا. فلنرى لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة. وفقا لحساباتي يوجد صندوقان مفقودان. سيغمون في ميسيون دابا. اسعى بتغيير اسطوانة الأكسجين. إن الصندوقين قريبان سأجدهم. ها وجدت واحدا. تبا الصندوق مثبت تحت المقطورة. سأخبرك، أمن الصندوق الآخر أولا ثم سنرفع المقطورة لك. ولهذا تحصل على مبالغ كبيرة. نعم. وجدت الآخر. وجدت واحدا وبقي واحد. ضعه في المقطورة، نحن قريبون. حسنا، إلى اللقاء. توقيت جيد، نحن فوقك، الحبال في طريقها لك. ها هو قادم. دونك هذا باش غادي نهز الكونتينر ونجبد الصندوق اللي كاين تحت منها. اربط المقطورة وسنرفعها قليلا لك. خصنا نشوفو دابا. باش غادي نربطو. كان دي لي كاين شي بوطون بحال هكا. شوف هادي ويلي كان ندير ليها.
عجبت الحلوة. نشوف فين عند السبور، ما عرفش ما كاينش شي بلاصه غير السبور. ماشي نشوف، غادي ندور هاكاك. دونك خصني ندور وعاد نلصق في الكابل. نقول لهم الصباح بس بناء على شرطك كتخليك شي شويه تخدم مخك. حسنا، المقطوره مؤمنه جاهزه للتحرك. حسنا، ابتعد سنرفعها. انا جاهز. هيا بنا للاعلى. حسنا، اهذا يكفي؟ نعم جدا، لا تسقطها فوق. لا طيب حالي ولا شرمولة. الشحنة موجودة ومحسوبة، وهناك مخزون أكسجين لخمس دقائق. يا إلهي، عليك أن تبقى إذن لتبحث عن بعض الكنوز الأخرى هناك. لا يكفي لهذا. تريد توصيلة؟ أود توصيلة. أخبرني عندما تكون جاهزا. أنا في موضع، أبعدني عن هنا. لك هذا إلى الأعلى. يا لهذا الجمال، ما شعورك؟ أفضل الآن بعد الخروج من النار. ستظل رائحتي بالأزمان. سنأتي تماسك. صامت. تسرني عودتك يا ديك. نعم تسرني العودة. ألقي عتادك. خذ. شكرا. أوه. هذه الأسطوانة خفيفة، أجعل وظيفتك أكثر سهولة. يا رجل، ما الأخبار؟ ما رأيك؟ استعادة؟ لآخر جزء. تظهرنا بشكل سيء. أحسن صورتكم. فكرة توقيعك على هذه. مثلا أتمنى لو يركض كل هذا إلى الكمبيوتر. فلنؤجل هذا. بطل. هيا فلنرى ما أحضرت. ما رأيك أن تجعل أحداً آخر؟ قبل لي ماشي كنت. براحة. لا شكراً لك. أفضل ولا خدمنا هذه. نعم حسن، في الحالتين سيمر بعض الوقت قبل الغطسة التالية. عما تتكلم؟ ماذا عن يوم الخميس؟ حقك لا. العرض منخفض. إنها مسحة. المنافسة صعبة. فلنرى الآن. ألا تشرفني؟ بالتأكيد. شكرا.
انظر إلى هذا، حصلنا على نحاس. ستدهشك قيمة هذا الشيء، يدفع العميل الكثير لكل الكمية. ألا تريد إذابته لصناعة العملات؟ هيا بنا نحتفل على حسابي. أذهب إلى الحانة. لا، ما لم يكن هناك تعويض. إن لم يكن لديك مانع سوف أنهي بعض المعاملات الورقية ثم أذهب إلى المنزل. هل أجلنا؟ حسنا كما تريد. اسمع، أحسنت اليوم. شكرا. بين لي شد لا روتريت بقاش كيقلع عليك. نيت اسمع. اهلا، ماذا تفعل هنا؟ معي هديه لك. هديه؟ ما هذا؟ وصلتني انباء عن ذلك الحطام على ساحل ماليزيا. السفينه سليمه حقا، الحموله جاهزه. انت بالفعل شخص ملح. ووصلت اموال المعدات، نحن جاهزون باستثناء الرجل الأفضل، الرجل الوحيد الذي أثق به يشعر بالتردد. لم أشعر بهذه الثقة من قبل. أخبرني مصدرك هذا، أمعه تصاريح؟ لا، لم يحصل على التصاريح. لا أحد يحصل على التصاريح. بالطبع لا. نيت، هذا في صالحنا. لا تصاريح يعني لا منافسين، السفينة لنا. لا تصاريح يعني مستحيل. نيت، هذه أموال التقاعد لكل منا. لا أعرف ما تريد، لكن لا أريد العمل في استرجاع الخردة وأنا في الستين. أفضل من السجن. كينا. سأرفض هذا، فلترفضه أنت أيضا. خذها معك فحسب. جارين. أنا لن أغير رأيي. فلتفكر في الأمر. بلغ كارلا والأطفال التحية. حسنا، لا ضغوطها يا نيد، فكر في الأمر. أجريت بحثا عميقا حقا، قلصت مساحة البحث، قد يكون اكتشافا. يا له من واحد. لا مستحيل. مكانك مع البقية. شوف الدار ديالو. تنشط بالطربة. منك منذ سنوات. حياة عادية. ندوزو على كاع لي سوفونير ديالهم. ما جمعته عبر السنين. من اللي انشارست اللي دوز. انشارست 1 2 3 كاملين جمعهم خلال المغامرات ديالهم. عثر عليها في غواصة ألمانية في وسط غابة. عجيب. فرانسيس دريك تلقى رصاصة بدلا من سامي. صورة جميلة. هاي الوسطانية هي ديك الصحفية الزهراء، و اللي علمن هو سولي. كان صاحبو، المهم كان صاحبو في الأجزاء الأولى ديال أنشارتد. كان ديما كي هو اللي كيمشي معاه في المغامرات ديالو. سولي فان. شامبالا. هاي شامبالا مغامرة ديال الجزء الثاني ولا الثالث، ما بقيتش عاقل بزاف. قتل الكثيرون لقطعة من هذه. هذا حجر كان في واحد من الأجزاء اللي داز، فاش كتشعفي عافية كيدير واحد عافية زرقاء اللي كانت كتبين واحد الكتابة أثرية قديمة. كانت انديس لا
من بين لي زانديس اللي كان كيقلب عليهم. اه هو داك الصليب اللي شفنا في الجزء شكرا على لا شيء ايها القديس دزمون. الاول. هو اللي لقاوه في الحبس اللي كان له سير فرانسيس دريك والغازه المتحركه. هذا كان ديكودر ديال فرانسيس دريك. المهم يمكن جد من الاجداد ديال نيثان. لم يعد طرازي المفضل. كانت هذه مغامرة جنونية. هذا جزء عاوتاني من الاجزاء اللي دازت سواء الاول ولا الثاني. حياة اخرى يا كلاود. اه وي وي ديال الثالث. هذا ديال الثالث في واحد المدينه ديال كاينه في الصحراء. نعم هم قادمون احتمال كاين هادي تتفكر المغامره. ديالتي كان كيلعب بالقرطاس ديال بصح دابا ولا كيلعب بالكرات ديال البلاستيك. خذ هذا. نعم في الحال. هبطت يا شاوي هبطت. كل نلت منك كالمحترف. الوداع. خصكم تنتم بحال هذا بيستوري باش غير يدور الاستاذ يعطيك بالدار تعطيه للراس. شكين فوق انا سحبني في لاكاب. ولكن كان شارج من فوق دونك ماشي كاف. اغسل يدك. ناري على روينة. الناس. كيك دونك مجوج. شوفو بين مجوج. اه ديك الزهرة وي هادي الصحفية اللي كانت معاه في المغامرة الأولى ديال الأنشارت. فينالمون تجوج بيها صحابي غير تجوج بديك اللي شعرها كحل كلوي هي اللي دوزت مع أنشارت تخوا يمكن ولا دو مبقيت عاقل حيت لعبتهم مقاربين ساليت دو بديت في التخوا. كنت أبحث عن شيء. هل هذا ما نقوله على الأمر الآن؟ كنت أبحث. أيمكنك إحضار الطعام؟ أكاد أنتهي هنا. أكيد لا مشكلة. شكرا.
بغيت ناخد صوت هاد الدراري بالحق فاش برك سلامو تلزل قطعني برا. هذاك هو العشاء. انتهيت حسنا. كنت بلاصتو نضرب دوك جوج طباصل نخليها بلاش. هل انهيته؟ نعم. انه طويل ومليء بالاخطاء الاملائيه، ولكن هذه وظيفه المحررين. انا جائعه. يبدو شهيا. اذا كيف يومك؟ ماذا؟ لم افهم اي شيء. اسفه. كيف كان يومك؟ كان جيدا. يوم نموذجي في الفردوس. انا اخرجت بعض القمامه من النهر. نعم، على الاقل سبحت قليلا. هل وجدت اي قمامه ملفته؟ بعضها. وجدت شيئا رائعا، شاحنه من بدايات القرن. حصلنا عليها. المواطنون يسمونها مقطوره. يا إلهي. كان شيئا مملا للغايه. اخبريني عن المقال. حسنا، بدا كبعض الكلمات عديمة الأهمية عن السياحة في بانكوك، لكن أعتقد رأيي في الموضوع لن يعجب المجلة، لأن الجميع بدأوا على الفور في التعليق عن مدى قوة الضباب، وكأنه كان كضربة في الرئتين مثل لحظة خروج المطار. إذا تحول الأمر وأصبح مفاعلاً. أول ساعة بتنفسي مغامرة. قاعد تصور اللي عنده في الدار كيفكروا في داكشي اللي دوز. ماذا؟ أين أنت؟ أنا هنا وأطعن بالشوكة. حقا؟ ماذا؟ استمري، كان كلامك مثيرا. نعم مثير. عما يدور؟ ماذا؟ هذا المقال؟ بانكوك ما بانكوك. Le classe a fait en banque. Les vols, les gens, la cité perdue. Quand tu as la tête, on va choisir le voyage. Les rihlat fi Bangkok, allati tuwajih mashakil bisabab bid-dabab wa la yumkinha al-hubut. Wow, kana tasarrufan shuja'an. Laqad kunt fi al-mal'ab hasanan. Fi wilayat mukhtalifa, lakin na'am kunt fi al-mal'ab. جيمسون سألك عن عملية ماليزيا. جيمسون دائما يسألني عن ماليزيا. اسمع يا نيت، أعتقد أن عليك قبولها. أتعرفين، لا أريدها حقا، فهو ليست لديه التصاريح، واتفقنا بأننا لن نقبل مثل تلك العمليات. الأمر لا يستحق. الأمر لا يبدو خطيرا لدرجة كبيرة، إنها مجرد تصريح فحسب. مستحيل. يمكنك الاتصال بسوليفان. لم تره منذ كم سنة؟ سنتين. لا أريد التحدث في هذا. حسنا، لا ترفض هذه العملية بسببي. أنا أرفضها بسببي أنا، مفهوم؟ أقدر المبادرة، لكن بغيت ندوز السينماتيك الدراري بالحق. ما عرفتش سأذهب الآن وأغسل. كلا، سأغسلها أنا. لا، أنت طبختي. لا، أنت طبختي، سأنظف أنا. أعني نغسل الماء. على الأقل دعيني أحرر استفاقها. دعيني ألاعبك. ستلاعبني على هذا؟ نعم، لعبتك التلفزيونية. أراهن بأنني أستطيع تحطيم رقمك القياسي. تعتقد أنك تستطيع تحطيم رقمي القياسي في لعبتي؟ نعم، أخفتك. أنت حتى لا تعرف اسمها. أنا لا أحتاج لمعرفة اسمها. رأيتك تلعبينها. صحيح. فبها جري وقفز، وأنا موهوب في ذلك. حقا؟ ما رأيك إذن يا خائفة؟ تراهنين؟ حسناً أيها المغامر. حسناً، شاهدي وتعلم. بلاي آن. أهي؟ لا، تحتاج إلى تحديث. ديك الكاسيت الصغيرة، لاكارت الصغيرة ديال لي سوف كارت. أنت عديم الصبر. نشوف من اللعبة غادي نلعبو. كراش. هل توجد مشكلة؟ لا، مجرد
كيف أجعلها تعمل؟ اضغط على زر البدء. أعرف حسنا. حسنا، عليك الجري تجاه الكاميرا. اجري تجاه الكاميرا. لو كنا نلعب. زر الدائرة هو الهجوم بالدوران. سير. هجوم بالدوران. اجري بعيدا عن الصخرة. لماذا تطاردني الصخرة؟ أعرف كيف أعاود التسلق. غير واقعي. أقول أتسلق للخارج. عليه تعلم التسلق. هذا ساعدني دائما. نقص نقص. من لديه الوقت لجمع 100 ثمرة؟ عظيم. لا يستطيع أن تعلم. إنه بانديكوت. لا يبدو مثل البانديكوت. هل رأيت بانديكوت؟ من تعلم بانديكوت. جيم أوفر. أحطمت السكور ديال المدام. ماذا؟ انتهينا؟ كنت متغطرسا. هذه دعابة. كنت مسيطرا. يمكنك المحاولة الثانية. هيا دعف الرهان أو لا شيء. سيارتي تحتاج للتنظيف. هل ستبقين الاستهزاء بي؟ المعنى الطموبيل سهل إغتاره فحسب. الأمر أسهل كثيرا. استمر في الكلام. استمر. ماذا ستفعل؟ أنا أحذرك. ماذا ستفعل؟ أحذرك. في الواقع ماذا يمكنك أن تفعل؟ أحذرك. أرني ماذا يمكنك أن تفعل؟ اسمعي. ها؟ قلت مايكل جون. هل تشعر بالسعادة؟ نعم بالطبع. فاش كان في الكونجي؟ حقا؟ تعال. اسف. بارك بارك. قلي اللحية حقير. كعرفش بأن الدراري الصغار كيتفرجوا فيه. لم نفتح بعد. المكان مغلق. مش العربية. كفى يا رجل. حسنا أنا قادم. أنا قادم. أحمق. أيمكنني مساعدتك؟ أجل أنا أبحث عن أخي. إنه نفس طولك. نحيل عنك قليلا. لم يكن شعره أشيب مثلك. سام 15 عام بينه وبين خوه. واو. وخلايا شفنا في الحلقة اللي فاتت بأنه مهلا ضربوا بقرطاسة ومات وطاح. رأيتك تصاب بطلقة. نعم صحيح. هنا بالتحديد. الأطباء الأطباء كما يطلقون على أنفسهم عالجوني وحبست. نعم لكنني أجريت اتصالات وبحثت في كل مكان. كل ما سمعته واكتشفته كله أكد وفاته. نيثان قتلنا أحد الحراس. أرادوا الانتقام مني باحتجازي في تلك الزنزانة وكنت أموت. سام لو أنني إن كنت أعرف فأقسم لك بأنني كنت ستعود من أجلي. أعرف يا نيثان أعرف هذا. المهم الآن أني خرجت. هاي هاي أما زلت معي؟ نعم أحتاج للهواء. سير ولدي سير. هل ستفقد وعيك أو ما شابه؟ قد يحدث. يصعب علي استيعاب الأمر. كيف خرجت؟ متى خرجت؟ كيف وصلت هنا وكيف وجدتني؟ حسنا 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 انتظر. اجلس. أريد معرفة أخبارك. أنا؟ نعم. وماذا أخبرك؟ اتصلت بمعارفي وأخبروني بقصص جنونية. يا إلهي أية قصص. تعرضت للرصاص؟ تعلقت في قطار خرج عن مساره في الهيمالايا؟
نعم هذا هادشي كامل وقع في حدث الاول في اللعبه. لا اعرف من اين ابدا يا سامي. ابدا بالجزء الافضل. احسن جزء هي الصراحه فاش لقيت لي الدورادو. هو لقى لي الدورادو. حسنا اتذكر عندما فكرنا ان سير فرانسيس دريك زيف موته. نعم حسنا لقد فعل. وجدت التابوت قبالة ساحل بنما. نعم نعم لكن اسمع ما حدث. فتحته حسنا ولم اجد جسده، لكن في الاسفل وجدت مذكراته. اتمزح معي؟ ماذا اقول، لقد دمرت مدينة مفقودة اخرى وخرجنا احياء بصعوبة. غير معقول. نعم كان كذلك. ليتك رافقتنا. كلا الأمر غير معقول حرفيا. أنت تقول إنك عثرت بالصدفة على منجم ذهبي أثري وبطريقة ما خرجت من هناك بلا شيء. نعم هذا اعتيادي في حياتي، لكني تمكنت من الحصول على بعض الحلي. اشتريت السيارة والمنزل وخاتم الخطبة. خاتم الخطبة؟ أنا متزوج. لا أصدق. إلينا حكيت عنها، إنها زوجتي، يجب أن تقابلها الليلة العشاء في منزلي. تناول العشاء معنا وسوف أخبرها عنك. 15 عام شخو عارض عليه غير العشاء. يجب أن أخبرها عنك. نايثن أنا في مشكلة هنا. ما يسمعنا خير؟ ماذا؟ ماذا تقصد؟ ما نوع المشكلة؟ هل يذكرك هيكتور الكازار بأي شيء؟ زعيم تجارة المخدرات. جزار بنما صحيح؟ الكازار جزار. إنها قصة كان معي في الزنزانة في العام الأخير. هكذا خرجت من السجن. ألم تقرأ الليلة؟ سامويل تعالى. اسمع، الحراس يغنون. غالبا هم مخمورون. ربما، لكنهم يشعرون بالرضا. كيف يشعرون بالرضا في حياتهم المرهقة ووظائفهم البائسة؟ حسنا، لديهم زوجاتهم في المنزل، وماذا لدينا؟ بلا إهانة، لدينا الطموح. أوه. وعندما نخرج من هنا سيوصلنا طموحنا لأماكن لا يمكنهم تخيلها. حسنا شكرا على تفاؤلك. ماذا ستفعل عندما تخرج؟ هذا إن خرجت من هنا. تستطيع التخيل؟ أستطيع، لكني أريد سماعك. سأعثر على أعظم كنوز القراصنة. واثق من أنك تشعر بالملل من حديثي عنه. بالعكس، حكاية هنري إيفري وكنزه الكبير من الذهب والجواهر أصبحت كقصة مسلية قبل النوم. أتستطيع العثور عليه؟ إن سنحت الفرصة؟ بالتأكيد. طموح. ما هي مقولة إيفري؟ أنا رجل محظوظ ويجب أن أعثر على ثروتي. يعجبني تفكيره. ما كان ذلك؟ إنها فرصة العمر. سينيور الكاسر، un gusto verlo. أخرجني من هنا. واو. سامويل، ستبحث عن ثروتك؟ نعم. هيا بنا. هل الآخرون في أماكنهم؟ إن كامينو. هكتور. Un
منذ متى وأنت تخطط لهذا؟ فضلت نجمع فيديو واحد الأجزاء بثلاثة. لا تتوقف، يجب أن نتحرك بسرعة. اللعنة. يعني بس تقدر تفرج في الأجزاء كاملين فيديو واحد. يا يا ما كرهت أنك قصدتهم ثلاثة. يا إلهي إنهم زاديون. اللي بغى يشوف شيء بالضبط ما يشوفوش ولا شيء حاجة. ستحتاج هذا. إذا ما رأي فيديو من الأول ويشوفهم ثلاثة. ولكن حيت ما كتعرفش انت غتبدا الشابتر اللي من بعد كتبقى كتلعب تتبدل لك الشابتر خير اللي داخل. هكتور ان فعلت ستندلع اعمال الشغل. بالضبط. نفذ. C'est normal. Quand tu fais كم مطلق سيمان في أرأيت؟ الخطة ناجحة. نعم أرى هذا. ماذا الآن؟ Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse. Samuel, اختبئ خلف شيء ما. ماذا؟ لماذا؟ نفذ الأمر. شدي الرمبوسي نتر ما يقول لك يبان ايو زيبي لا تجنب تفوت لا هيا لا تجنب لا تجنب Arriba!
ni fan sabe que está a la vez. Arma de combate. Ya, dar, 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 tiro. بان عليك الأمان. نحن بخير. سامويل احتمي. ماذا جايين؟ سامويل خلال دقيقة إما أن نتحرر أو نموت. استعد. كمان. تضرب جهه وتجيك تضربها من جهه اخرى. فين هو ذاك اللي كان بان بعيد عليكم عتنا فرقع إلا بغيت فرقع داك السيكات ضروري من ما يفرقعات نقرب له داكشي باش مبغاوش يخلونا نهربو من هاد الحبس خلاص دوت يقتلوني في سفرتي هذا
sortir de la prison prohibée d'où elle passe. Interdit. Mais... سيغمون غادي يقول له قلب على الكنز وقصبه بالجفاف. غادي يخرج الفافور. اذا ماذا بعد ذلك يا سامويل؟ ماذا بعد ذلك؟ ساستحم وسانام على فراش وربما ساجد من تسلني. وابحث عن اخي. تبدو هذه بداية جيدة. أجل صحيح. وأقول لي الكنز. إذن كم ستستغرق للعثور على كنز إيفري؟ لا أعرف. سأواصل بحثي عندما أعود. كم؟ يصعب التحديد قبل البدء. تعرف مكانه؟ أجل أعرف، لكن اسمع اسمع، إيفري لم يترك علامة للمكان، مفهوم، لكن لدي بعض الأدلة القوية. حسنا مهلا، انتظر دقيقة. اهدأ. هاي ما أعرف فين كي تنزل جداً خرجك معي تدخل. تعجبني يا سامويل، والأهم من هذا صدقتك ولهذا أنت هنا. أستطيع الحصول عليه، لكن أحتاج بعض الوقت. سكين. أتعرف؟ المشكلة هي أن هناك شكوكا كثيرة في عقلي. هكتور اسمعني، سأعثر عليه. أقسم. كم؟ 6 أشهر. الناس كسالى، يطلبون وقتا أكثر مما يحتاجون. 3 أشهر. 3 أشهر مستحيل. 3، نصف الكنز. هل ستنفذ؟ قلها. 3 أشهر، نصف الكنز. واسمع. شهور يعني غادي نلعب هذه اللعبة 3 شهور. أو حاولت. شهور وأنا كلفت اللعبة. أو حاولت القيام بتصرف غير. والله قال له 3 شهور. كان قبل له 6 شهور، راني بقيت كنلعب 6 شهور. وستجدني أمامك. وساعتها. لن يكون الموت رحمة لك. أمسك. هيا اسمع، أقرب مدينة تبعد 10 كيلومترات نحو الشرق. لم نرى الشروق ونحن طريقان منذ فترة. هيا. عندما أجده ماذا سيحدث؟ لا تقلق، عندها ستجدني. حظا سعيدا. إذن أطلق الكازار سراحي و وصلت إلى هنا. هذا سيء. كلا، سنلتقط الأثر من حيث توقفنا. و مهلا الأثر؟ سام، لا يوجد أي أثر. بعدما هربت أنا وريف، اشترى بثروة والديه كل الأرض حول كاتدرائية القديس ديزما. مشطنا المكان لأسابيع. كنز إيفري ليس هناك، لكن ريف لم يتوقف. ظل الأحمق يبحث لسنوات، ورغم ذلك لم يعثر على أي شيء. لا يفاجئني هذا. ماذا تعني؟ حسناً، لقد أجريت بعض الأبحاث بنفسي و أراهنك بأن ريف ليس معه هذه. مذهل ما تعثر عليه على الإنترنت هذه الأيام. إنه صليب للقديس ديزما. ما عثرنا عليه كان مكسوراً ومفرغاً، أتذكر؟ اللعنة، لا يزال سليماً. صنع إيفري أكثر من صليب. لذا فمهما كان مفقودا من صليب بنما، في الغالب لا يزال في داخل هذا.
حسناً، أين هذا؟ أو هذا الصليب الرائع سيعرض في المزاد بعد 3 أيام في روسي ستيت. روسي ستيت؟ آه، تعرفها؟ نعم. إذن كيف ستحصل يا سام على دعوة إلى مزاد حصري للسلع المباعة في السوق السوداء؟ حسناً، لا تحتاج لدعوة في حد ذاتها. هل لدينا للمزايدة على كبار المزايدين؟ يمكنني الحصول على رهن عقاري ثاني لمنزلي، لكنه لن نعم، ستحاول سرقته إذن؟ لا، سنفعل. لا سيد راه مجوج وخدت قاعد. اسمعني، لا استطيع. ضربت ثلاثه الاجزاء بلادي. انا لم اعد افعل مثل هذه الاشياء، كما ان هناك الكثيرين مجهزون بعتاد قوي للتعامل مع هذا. مثل من؟ لا اعرف، مثل اي احد. تشارلي كاتر. لا، انه الرجل المناسب لمثل هذا. بالتاكيد لا، لن اتمنى تشارلي او اي احد اخر مسجل في هاتفك على حياتي. حسنا، أحتاج لك أنت. تباً، لابد من وسيلة أخرى. ليس في المدة المتبقية. في سبيل الأخوة. وبالتأكيد ليس مع الكزار. اهلا عزيزتي، هذا انا. كنت صادق الجار قبل ما توصلت لك. اهلا، اسمعي، لن تصدقي هذا. بالمناسبة كنقول لكم الدراري لا لي التدخين. نعم، تدخين مضر بالصحة. اعرف، لكن يبدو انني ساوافق على المهمة في ماليزيا. كذاب الاخر. لا، في ايطاليا ماشي ماليزيا. رأيت أي شيء؟ مجموعة من حثلة المجرمين متأنقين للحفلة. ولا أثر لسوليفان بعد. لا يزال هناك وقت. يبدو أن المخزن يوجد في المبنى خلف القصر. هل تراه من عندك؟ أرى قمته فحسب. ماذا يخفون هناك يا ترى؟ فلنركز على صليب إيفري فحسب، اتفقنا؟ أواثق من أنك لا تريد شيئاً لزوجتك؟ هذا لطيف، أبقي الأمر بسيطاً. نعم، بسيط. كان ليصبح أبسط لو كنا نحن فقط. سام، لكنا في الداخل بالفعل مع بضعة جراح. هل فكرت حتى في خطة احتياطية في حال تراجع سوليفان؟ لا، لأنه لن يتراجع. أو القبض عليه. سام، إنه يعرف من يديرون المزاد، سيتوغل للحفل ويصعد إلى الطابق العلوي ويفتح لنا النافذة. خطة محكمة. سوليفان صاحبي راه صاحبه قديم. حسناً، هيا قلها. ماذا لو أخذ الصليب؟ إنها قمة الاستحالة. فيكتور سوليفان هو من نتحدث عنه. نعم، كان يخدع الناس في الماضي، إلا نحن. لا، إلا أنت. أعرف أنكما لا تتفقان كثيراً، بل أكثر من ذلك، لكنني أثق به. حسناً، كعائلتي. لا، اسمع، أريدك أن تثق به أيضا. كون خلاص. حسنا، سيأتي من أجلنا. النهاية. لكن عليك أن تضع في اعتبارك ولو للثانية احتمالية. هناك هو اللي غادي يدخلهم تما. كيمكن رايت ثقة. ما هو جاء اخيرا غادي نشوفوا البارتنير ديال نيثان ديال الاجزاء اللي دازو. حافظ على نظافه ملابسك. اول دور ديالو. شكرا فيكتور سوليفان. هو هذا الدراري، سالينا شابتر 5 و تسناو فيديو الجاي نهضروا فيه على شابتر 6. فولور ان جور voleur pour toujours. انا كملت ليهم تيتر. تهلاو وما تنساوش بارطاج ولايك ولي جيم وشجعوا لاشين سواء فيسبوك ولا في يوتيوب.
باش نزيدوا لقدام.